ترحل هذه المشاركة. يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف من البحرين مدرب منتخب الكويت المبارزة كابتن عبد الكريم شملان، ليطلعنا على آخر نتائج. حياك الله كابتن ويانا. الله يحييك حبيبي، الله يحييكم، مشكورين على الاتصال ومتابعتكم لنا يا طول، مشكورين. حياك الله، بس يا ليت نعرف عن آخر نتائج في اليوم الثاني من البطولة كابتن. اليوم الثاني الحمد لله، اليوم حصلنا على كاس بطولة الإبل الأشبال، كاس الخليج خلال يوم المركز الأول، وحصلنا على ميدالية الفضية بفرق نقطتين في فلوري، والحمد لله كانت منافسة شديدة بيننا وبين في النهائي، بيننا وبين في البيت، بيننا وبين قطر، وكانت منافسة شديدة جدا، والحمد لله قدرنا نتغلب عليهم. وبالنسبة للميدالية هذه كانت عزيزة علينا واجد بكأس الخليج لبنان البيت، لأن سنتين بطولتين خليجيتين حنا ما كنا ناخذ الأشبال، والحمد لله قدرنا اليوم نكسر الحادث هذا ونسوي فريق جديد في الأبي، وقدرنا ننظر إلى ذهبية الأبي في الخليج. طيب طيب كابتن، يعني هم كان هناك نتائج مميزة أعتقد في اليوم الأول. اليوم الأول الحمد لله حصلنا على ذهبيتين، الحمد لله حصلنا على ذهبيتين فردي. نعم. هي والمفاجأة الحلوة إن حصلنا على المركز بالنسبة حق السابق، حصلنا على المراكز الأولى كلها، الأول ثاني ثالث رابع، والحمد لله، وهذا طبعا يعتبر إنجاز. العلم الكويتي يعني صراحة بسطنا إن العلم الكويتي ارتفع اليوم الأمس، والنشيد الوطني قال، وكان في حماس فيه حتى في النشيد الوطني، اللاعبين وقفة اللاعبين من زمان ما سمعنا. اللاعبين مشتاقين لرفع العلم الوطني. والله اليوم أمس واليوم لا تشوف الفرحة ولا تشوف الصوت العالي في النشيد لما يرتفع العلم وينقال النشيد، الصوت العالي عندنا من بعد الإغاثة للحين أول مرة ينقال النشيد الوطني، وأول مرة يرتفع علمنا، وأنا أقول يمكن إحنا من أول الألعاب اللي يرتفع علمهم، والحمد لله الحمد لله. طيب كابتن، هذا هدف والحمد لله. نعم كابتن عبد الكريم، يعني هذا فخر لنا وإنجاز إن شاء الله راح يكون يعني محفور بالأذهان، لكن مدى تقييمك للمستوى الفني للبطولة بشكل عام؟ طبعا احنا غايبين عن البطولات صارنا سنه، وبالاضافه احنا غايبين عن البطولات تاخرنا شوي، لكن الحمد لله الحمد لله فينا شغف وفينا حماس وفينا قوه، وقاعد نسوي اشياء يعني بعد التوظيف هذا اشياء يعني فوق يعني متصور، وفريق جديد قاعد نعده وصغار جدا، وان شاء الله اللي جاي باكر نبدا بال 23 اللي جاي راح يكون اقوى من اللي طاف، راح يكون فريقنا اللي بكره وبعد بكره واللي حق السن العام العمومي راح تكون اقوى من هالنتائج هذه اللي طافت ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله، يعني نشوف علم الكويت مرفرف في يعني في 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 المركز الاول والثاني، واعتقد الثالث مكرر، ما شاء الله حققته يعني مراكز جدا جميله. طيب هذا الاحتكار اكيد اكيد لا يعني الفضل ينسب الى يعني ناس معينه، خاصة من يدعم مثل هذه الرياضة. والله المبروك شاء الله، احنا موافقين، كان إغاث موجود ونشاطنا المحلي شغال بقوة، وكنا حاطين ونقول ودائما تقول احنا راح نرد والإغاث راح يرد والعلم راح يرتفع، واشتغلنا على اليوم هذا والحمد لله. والله وانا اشكر الأمانة، والله وانا اقولها لك يعني والله ولا ابي شيء من احد، اتحاد مقدسة، واللي وانا اشكر الشكر خاص حق دكتور حمود فليطح اللي هو اللي هيئ لنا المعسكر اللي قبل البطوله هذه. البطوله هذه كلمني قبل البطوله، هو بنفسه كلمني دكتور حمود، قال ابي علم، ابي شغل، ابي 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 نتائج، ابي اهم شيء علم يرتفع، والحمد لله. احنا اهم شيء من يدعمنا، احنا ما نقول احنا شيء، احنا نقول اللي يدعمنا نقول له مشكور، اللي يسعى حق رفع علمنا نقول له مشكور. الكل قام، الاتحاد ما قصر، الاتحاد على رسول عبد الله المعلم كان واجد يتكلم، اشتغل وراح ويانا معسكر، اشتغل ويانا وكان ويانا بالمعسكر، قال نبي نتائج، واليوم يتصل علينا، وكل يوم كان يتصل علينا رئيس اتحادنا عبد الله المعلم يقول ويتابعنا بالنتائج، وان شاء الله باكر راح يكون عندنا، لان يبي نتائج ونبي نتائج حق الكويت. طيب نبي العلم يتبع. طيب كابتن عبد الكريم، يعني شنو ممكن ننافس فيه ايضا من خلال جوله الغد، وايضا منافسات يعني الساعات القادمه كما نقول؟ تحت 20 سنه عندنا شاب روبي فلوري راح يكونوا ويا بعض. انا صراحه هدفي على الذهب، على الذهب بالثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله هدفي.
ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق الحقيقه كابتن عبد الكريم شملان المدير الفني منتخب الكويت المبارزة، وسعدتونا وفرحتونا خاصه انكم يعني مو بس رفعتوا رايه الكويت في هذا المجال، انتوا ايضا قدمتوا نموذج طيب ل يعني الشاب الكويتي الطموح الذي له هدف في كسر هذا الاحتكار المقام على الرياضه الكويتيه.